نلعب اللقاء كما نتابع. أمامنا هنا التشكيل في حراسة المرمى، الحارس أوروسكا، ريزينيك وهيجدا واللاعب هيبنيك ولامبريسكي المهدد بالإيقاف النهاردة، وسط الملعب كل من اللاعب أوروفسكي بالإضافة أيضا للاعب روتشيتشكا، هافل في الجانب اليمين، واللاعب كوبيتش اللي بيعود النهاردة من الإصابة وكان لعب مباراة بانك أوسترافا وسجل هدف الفوز في الدوري، أيضا شيرماك واللاعب تشوري العملاق. خلي بالكم من تشوري العملاق رقم 18، عنده طول 198 سنتي، من اللاعبين الدوليين على مستوى منتخب الشباب طبعا في بطولة أمم أوروبا للشباب اللي كانت أقيمت في عام 2017. أدي طاقم التحكيم دينيس أيتيكين الألماني، بيتنجر وفولتيان بالإضافة لسيبرت وستيجمان اللي هم المساعدين الإضافيين في سانتياغو، خسروا من إشبيليا أليفيز برشلونة، وكان أيضا خسروا 12 وترتطم الكرة وأمامنا الفرصة قائمة وخطورة كبيرة هنا، ودي مساندة هنا من جانب اللاعب بروشوتشكا أمامنا، ملعوبة في البعيدة خطرة جدا، خطرة طمعه رومان بروشوتشكا أمامنا هنا اللاعب اللي عمل هذه الكرة حلوة من جانب اللاعب شيرماك تحرك هنا من العملاق سولاري النهاردة في تحدي في كرة ملعوبة، كريم بنزيما رايو تسلل كريم بنزيما اللي سجل في مرمى فيكتوريا بيلزن، كان صايم سبح في دوري الابطال بالوان طبعا كل من نادي بورتو وايضا بالوان ليفربول بالامس في اطار دوري الابطال. ادي امامنا هنا العرضيه، كره تتطم، كره عرضيه، قنبله في ليجانس وسجل في مرمى بيلزن وسجل ايضا في مباراه الفريق امام ميليا في ايطاليا. لوكاس فاسكيز عامل نشاط امامنا اهو، لكن فاول ده يعني دخول عناصر جديده زي لوكاس فاسكيز امامنا يلعب كره، لكن طول هيلعب امام روما في الاولمبيكو، ضربه راسيه جديده هنا من جاريث بيل، ثاني كره من جاريث بيل. اذا ريال مدريد بعد روما في سبيل اللاعبين، انطلاقات من كريم بنزيما امامنا هنا، لم يا ولد يا لعيب، هي يا ولد يا ولد كريم بنزيما فاء وصحي وظهر في هذه اللحظات، صايم صحيح في اطار الدوري، عنده 4 اهداف لكن يسجل اوروبيا، الهدف هو رقم 58 لي في مباريات دوري الابطال، سجل 59 اجمالا اوروبيا، لكن هدفه الثاني هذا الموسم بعدما سجل في بيلزن 3 مواسم، واللي بيبحث عن اللقب رقم 14 والرابع على التوالي، وهنا بقى يسجل كاسيميرو امامنا في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه باقتدار كما سجل من قبل في مرمى البي اس جي في اطار طبعا هذه البطوله مع الوان ريال مدريد، وسجل ايضا كان في مرمى نابولي واليوفي في بطوله 2017، وكان القرار اللي يستمر من خلاله. ادي 3 محاولات مقابل 3 لكن على الان في المباراه، وتوني كروس صنع من خلالها هدف سجله كان الابطال، وايضا كان تواجد خلال تلك البطوله ايضا مع بايرن ميونخ وسياسكا موسكو. وادي راسيه راموس والمتابعه ولسه قطيره، لسه قطره راموس، الصراع على اللاعب هافل، كره على طول من كروس، وادي امامنا ارتباك كبير واخطاء هنا متكرره حقيقه في الكرات الان يعني للريال، والحارس المهتز ترتد كره جاريث بيل وبنزيما، ولكن لخارج الملعب الضغط يتوالى، والريال في حال بنزيما دي 21 وهدف لكازيميرو في الدقيقه 23، راجع امامنا كريم بنزيما حتى الان يعني عن طريق طبعا كريم بنزيما دي 21 وهدف من جانب اللاعب الشاب اللي بيساند الظهر سيرخيو ريجوليون، وكره من توني كروس ولكن امامنا تطلع الى خارج الملعب، اهو بيطالب الحكم دينيس ايتم من جانب فريق نادي فيكتوريا بيلز، ملعوبه حلوه قوي الكوره، ممكن هدف ولكن ضرب في اللقطه الماضيه كان متقدم راموس، وادي التغطيه اودريا زولا، يا ولد اودريا زولا عمل التغطيه العكسيه مميز، كره كانت خطف ايضا كانت الوسيط 96 في امم اوروبا ظهورها، سياسه سولاري الجاهز يلعب البعيد عن مستواه بيريح حتى مودريتش و16 2017 كره عاليه امامنا، ادي جاريث بيل وكريم بنزيما امامنا، ادي جاريث بيل كره بيتبادلوها بالراس بيل الى بنزيما، وبنزيما يسجل هنا في هذه الليله الثنائيه لكريم بنزيما بخلاف هدف كازيميرو في الدقيقه 37، وايضا يبدو ان البديل توتك بالزين، لكن طبعا شفنا
يعني صعوبة الأمر في نطق يعني حتى الآن نادي فيكتوريا. لاقة عن طريق اللاعب ريجوليون الكرات العالية بنزيما وهلت جاريس بيل يسجل، جاريس بيل يسجل 4-4-4 جاريس بيل أمامنا الويلزي اللي سجل في مرمى روما واللي كان صايم عن التهديف مع الفريق طبعا آخر ما سجل كان في روما 19 سبتمبر هنا يسجل وادي أمامنا هنا فيرب المباراة باستثناء العشر دقائق الأولى ست ركنيات كبديل بتتزلى إصابة اللي خرج طبعا اللاعب هافن وادي أمامنا كرة بعيدة، كرة بعيدة إلى خارج الملعب، كرة بعيدة فيكتوريا بيلزن كان خسر أمام بايرن ميونخ بخماسية نظيفة 0-5 في لقائين خسر مرتين والمرتين أمام سبارتا. كرة على طول ملعوبة الفاول اللاعب بيتر زيلا لدخل أليس أوراسكا يعني بيبحث عن الكرة لسه أودريان زولا العرض كريم بنزيما توغل في كرة شبيهة وسجل من خلال مهارة هنا بهدف مقابل لا شيء. ادي انطلاقه هنا وادي محاوله جديده هنا من جاريس بيل هدف اللقاء كريم بنزيما بمهاره فرديه من توغل ومراوغه ادي امامنا هنا انطلاقات وبالتحديد في الجوله الرابعه ضمن المجموعه السابعه روما في الصداره 9 نقاط بعد فوز كانت خسارته امام سيسكا لكن بيعوض النهارده بانتصار عريض مناسبتين وادي امامنا هنا انطلاقه من جانب اللاعب اللي بيمر في اللقطه الماضيه امامنا هنا رقم 10 يانكوفيتش لاعب البلايدوس في اطار الدوري امام فريق نادي سيلتا فيجو لوكاس فاسكيز كره حلوه 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 لوكاس فاسكيز حقيقه اطار مباريات دوري الابطال الموسم الماضي ادي امامنا بيتر زالا لمسه هنا وادي امامنا كوفيتش كوفيتش يتصدى للمره الثانيه يتصدى امامنا كوره يانكوفيتش امامنا هنا الخطير يانكوفيتش 2014 ادي امامنا هنا صنع الهدف لكازيميرو الهدف الثاني من الركن كذلك ايضا كريستو جونزاليس وادي الكرات العاليه مشكله عندهم الكرات العاليه يبحث امامنا هنا عن طريق اللاعب شيرماك لكن على طول تدخل المره دي 2017 لما كانت اسبانيا وصيف المانيا بنتيجه 0-1 وتوني وصيف مع منتخب بلاده في كاس العالم امام فرنسا 2-4 مع الكروات ادي امامنا هنا الانطلاق اول 266 تمريره للريال صحيحه مقابل 100 يعني بدخل ناتشو في تلك المباراة ولعب يعني بجوار ماك شرماك يطمع في الكورة يمرر كورة إلى اللاعب بيتر زيلا يا سلام دافع وسكر الشباك ادي فينيسيوس شوف أمامنا هنا التحرك تمريرة حلوة أوي انطلاقة وألوان النادي الملكي ادي أمامنا هنا رجلون أيضا واحد من المتألقين يعملها بالشمال خوف عليه بالإنذار اللي قد يحرمه من لقاء روما ادي امامنا اللاعب اللي يسدد كره حلوه كره حلوه حلوه من اللاعب بيتر زالا امامنا هنا اللاعب اللي كانه يعني دفاع ايه بتعدي منهم براحتك جدا وشوف بقى سيبايوس امامنا هو ايه كان ضيع الشوط الاول وضيع المره دي ادي اول كره لتوماس اورابا ولكن توماس اورابا يضيع فرصه كبيره جدا اول كره لجاريس بيل وسجل من خلالها الهدف الرابع ادي انطلاقه من جانب اللاعب فينيسيوس اللي بيسدد امامنا مراوغه عدى عنده ثقه يا ولد عاملها حلوه قوي توني كروس يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد هدف جميل 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 هنا توني كروس امامنا لكن فينيسيوس اللاعب اللي بيملك الحقيقه المهاره بالانطلاقه يدي لتوني كروس اسيست رائع جدا في الدقيقه 67 اسيست امامنا هنا التمرير ادي فينيسيوس يلعبها حلوه قوي يا ولد عاجبني جدا لاعب الشاب واحده من لوكاس فاسكيز بقى الى خارج الملعب لوكاس فاسكيز عنده هدفين اوروبيين في مرمى ليجيا وارسو في 2016 40 في اطار دوري الابطال بالوان النادي الملكي 17 في اطار الكاس و3 هدف اللعبه بتستوي ثم تعدوا 3-3 في اخر لقاءاتهم مع الانديه كوفيتش فينيسيوس ما زال يضع بصمته الهدف قبل لا شيء هادي امامنا هنا المحاوله جاريس بيل امامنا انطلاقه جاريس بيل تحرك له حلوه قوي اللاعب ريجيلون امامنا يا ولد عامل